وفيما يبدو انه محاوله كده لدفع عمليه السياحه شويه في مصر اكتر من الاول، الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع امس مع المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء، والدكتور مصطفى مدبولي وزير الاسكان، والدكتور خالد العناني وزير الاثار، والدكتوره رانيا المشاط وزيره السياحه، بالاضافه الى اللواء كامل وزير رئيس الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه. خلال الاجتماع ده تم استعراض الموقف الحالي لقطاع السياحه ومعدلات الحركه السياحيه ومدى مساهمه القطاع في الاقتصاد القومي. وفي كمان طرحت وزيره السياحه الخطوط المستقبليه للتسويق السياحي واليات التنفيذ وازاي هيتم فتح اسواق جديده للسياحه الاجنبيه الوافده الى مصر وترسيخ مفهوم كمان السياحه المستدامه. كمان وزير الاثار في الاجتماع ده استعرض الموقف العام للمشروعات الجاري تنفيذها بقطاع الاثار، وفي مقدمتها طبعا المتحف المصري الكبير طبعا اللي بيقام على مساحه 500,000 متر مربع وقربنا ان شاء الله على افتتاحه هذا العام. وعرض الوزير كمان موقف نقل القطع الاثريه الى مقر المتحف الجديد وقال انه سيضم نحو 100,000 قطعه اثريه ما يجعله اكبر المتاحف على مستوى العالم.